بالظبط لسه كنت بقول لمراتي البسها قبل ما بجد البسها. نايس. احنا تقريبا لايف. هايل. جميل جميل جميل. اوكي اهلا بيكم، اهلا بيكم مره تانية وثالثه ورابعه، يا رب ما تزهقوش مننا. اهلا بيكم في انسباير توك، توكس بنحاول ان احنا نجيب فيها ايكونز عندهم، انا بحب اسميهم ايكونز، ممكن هم متواضعين ما بيقولوش على نفسهم كده، بس انا احب اسميهم ايكونز. عندهم نوليدج، عندهم ويزدم، عندهم عطاء، عندهم حكمه، وبنحاول ان احنا نشوف ايه هي الدروس المستفاده من الرحله بتاعتهم. الرحله بتاعتهم مستمره، ودي الحاجه الجميله جدا في الناس اللي احنا بنستضيفها، ان الرحله هم كلهم بيقولوا ان الرحله ما انتهتش، مهما كان عندهم من خبره، مهما كان عندهم من معلومات، الرحله ما بتنتهيش. عشان كده بنحاول ان احنا ناخد كده يعني فتره من او فقره صغيره من حياتهم ومن الخبرات بتاعتهم، ونسالهم في موضوع معين. الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده هو ازاي ممكن تتخطى مرحله الشك، وطبعا اشرف هيعدل علينا حته تخطي مرحله الشك، مرحله الشك الوحش، مرحله الشك اللي هو ممكن يوقفك، ازاي تتخطى مرحله الشك اللي ممكن يوقفك، سواء ان انت رائد اعمال او بتفكر تعمل بيزنس او حتى في الحياه بشكل عام. بس احنا هنخصص ممكن كلامنا للناس رواد الاعمال، لان الوضع حاليا، الوضع الاقتصادي والوضع اللي في البلد بشكل عام وفي العالم، بقى وضع ممكن يكون صعب، وممكن يكون في ناس خلال المرحله دي بدات ان هي تشك، بدات تشك في نفسها، بدات تشك في طموحاتها، بدات تشك في امكانياتها. فاحنا حبينا ان احنا نعمل التوك ده عن الموضوع. وطبعا انا بحب دايما استضيف الشخص اللي هو ممكن يضيف شيء، وانا احب اسمع منه التوبيك ده، الدسكشن. فحبيت ان انا اجيب يعني صديق عزيز، صاحب بيت، لو عرفته هعرفه كتير جدا. لو التعريف بقى البروفيشنال، هو كاتب، كاستمر اكسبيرينس اكسبرت، بوزيتيف سايكولوجي براكتيشنر، ليدرشيب اكسبرت، حاجات كتيره جدا. ولكن دايما بحب اقول عليه الشخصيه العزيزه، الشخصيه الطيبه، الشخصيه المتواضعه، الشخصيه الجميله، اشرف هلال. شرفتني ونورتني كالعاده. نورك كالعادة يا مروان، متشكر قوي، بحب أبقى معاك وبحب أسمع كلامك، وتقديمك دايما بيديني يعني نوع من الحماس والمسؤولية. قدها قدها ودود، ربنا يخليك، قدها ربنا ودود، يخليك قدها يا ودود. مروان. أشرف، يعني إحنا اتكلمنا ممكن 3 4 مرات قبل كده، ودايماً بحب الشخص اللي هو يعني صاحب بيت، إن أنا في أشخاص دايماً بحب أجيبهم كل فترة. بس أول سؤال أحب أسأله للناس اللي أنا بجيبها كل فترة، هو إيه اللي أنت اتعلمته خلال ال6 شهور اللي فاتوا؟ ممكن ما تقابلناش، ما اتكلمناش، أحب أسمع منك إيه أكتر حاجة اتعلمتها ورنت في ودنك، وممكن رنت في قلبك وفي روحك خلال ال6 شهور اللي فاتوا. اوكي، وانت بتسألني في حاجتين جمت في دماغي، مهارتين شكلهم بسيط قوي بس استفدت منهم قوي. واحدة منهم خلال ال6 شهور اللي فاتوا، بالذات في اول ال6 شهور انا كنت في حتة شوية مش في احسن وضع في الشغل وكده، وكنت متأثر باللي الناس متأثرة بيه اكتر من دلوقتي، يعني مش عارف انا دلوقتي اتعودت ولا هي اتحلت. ولكن كنت في وضع مخليني عندي شوية تفكير سلبي، وعندي شوية سيلف بليم، وعندي شوية بلوم نفسي، وعندي شوية شفقة على الذات. وتعلمت مهارة بسيطة قوي نفعتني جدا، اللي هو ان انا اقفش نفسي وانا بفكر. يعني انا اخد بالي انا دلوقتي متضايق، فافكر انا بفكر في ايه، بفكر في ايه، عمال افكر في السيناريوهات الوحشه بتاعت هيحصل ايه في الناحيه الفاينانشال، هيحصل ايه في ناحيه البراند، هيحصل ايه في شركتي، الكلام ده. وبعدين اقول طب ماشي، انا دلوقتي التفكير ده في حته هيوصلني ليها، طب انا عايز افكر في ايه، والعب بقى اختار انا عايز افكر في حته من فيلم كذا انا كنت بشوفه، او عايز افكر في الوقت الفلاني في الرياضه الفلانيه، او عايز افكر في السفريه الفلانيه. وفعلا ابتديت اتعلم، ابتدت المهاره دي تشتغل، ابتديت اقول ايه، انا قفشت نفسي الاول، طب انا هغير، في حقل الصفحه هفكر في حاجه تانية. الفكره ساعتها ما بتبقاش لحل الموضوع، ولكن لان انا اريليف شويه ستريس واخرج من سايكل التفكير فاحس احسن، فابدا يبدا الجزء الابداعي يشتغل. يعني فدي كانت مهاره اتعلمتها وفرقت معايا قوي، اقفش نفسي وانا بفكر واغير الفكره. مغير الفكرة. نايس.
والمهارة التانية اللي عمالة اتعلمها، بس يعني عارفها بس يعني عمالة كل شوية انشور، يمكن اتكلمنا عنها قبل ما نبدأ دلوقتي، هي مهارة ان انا ما احاربش حاجة قبل ما اصاحبها. الحرب اللي هي دي ما بقولش ما بتجيبش نتيجة، بس متعبة جدا، وما عادة نتائجها مش احسن حاجة. انا في حاجات كتير قوي في الدنيا ممكن اصاحبها بدل ما احاربها واوصل لنفس النتيجة. نايس نايس، حلو جدا، يعني جميل قوي. يعني ممكن الكلمتين دول، يعني انا متاكد ان هم كانوا موجودين في دماغك، وكانوا موجودين في روحك مثلا حتى قبل ال6 شهور، بس سبحان الله احيانا المواقف بتخليك ان انت تستدعي فكره وتطبقها على ارض الواقع، فتحس ايه ده، دي الفكره دي ان انا كنت مصدقها بس دلوقتي بقيت مؤمن بيها اكتر لان انا طبقتها على ارض الواقع. فجميل جدا الموضوع ده. طبعا يا مروان، انا خلي بالك، اصل هو احنا ما احنا احنا ادلس، يعني احنا المعلومات بالنسبه لنا مش علم، العلم هو التطبيق، يعني العلم مش في حلو المعلومة. قوي حلو قوي حلو قوي. اشوف، احنا هنتكلم النهارده على السيلف داوت او الشك. شك في النفس. عايزك الشك في النفس، عايزك تقول لي لما بقول الشك في النفس احساسك ايه؟ يعني او عايز اسمع منك احساسك وانا بقوله، بس كمان انا عايز اسمع منك تعريفك انت ليه، يعني تعريفك الشخصي مش العلمي، تعريف اشرف هلال عن الشك في النفس. تمام. تعالى الاول، بس خلي هلعب لعبه في الترجمه علشان لو حد اتفضل. عاوز يعرفها بالعربي اكتر. هي التشكك في النفس، مش الشك، اصل كلمه الشك احنا ليها معاني تانية. التشكك في النفس يعني تشكك في قدرتي، تشكك في امكانياتي، تشكك في كده. فهو داوت اصلها مش دايما الشك يعني. فتعريفي انا ليها ايه؟ والله هي عدم اليقين ان انا اللي انا بعمله صح، او ان اللي انا عارفه صح، وان انا عندي قدرة ان انا اعمل حاجة. يعني اعتقد ان هو عدم اليقين اما في المهارات وكده، واما في الامكانيات او القدرة على التعامل مع الظروف. وزي ما قلت لك يمكن في حتة قبل كده، واقدر اربطها شوية بنوع من انواع التشاؤم، البيسيميزم، مش المعنى الوحش ليه، مش عايز اقول التشاؤم دي حاجة صفة بايخة يعني، ولكن في بعض التشاؤم في الموضوع ده، انه مش متوقع الخير من نفسي يعني، مش متوقع حلو حاجة. قوي. الواحد مش متوقع الخير من نفسه، مع ان نفسه فيها الخير، بس هو طبعا مش متوقع الخير. اوكي جميل. عايزك تقول لي ايه ممكن يكون اضراره ومميزاته، يعني اضراره ومميزاته، على ممكن نخصص على رواد الاعمال او اي حد بيشتغل وعنده وظيفة او موظف او اي شخص في الحياة بشكل عام. يعني تمام. مميزاته واضرار التشكك في النفس، لان انا حبيت حته التشكك دي، عندك حق ان هي افضل في التعريف. يعني طب خليني بقى كده انا لازم اخش شويه على التعريف العلمي. براحتك براحتك. يعني خليني اخد الحته الفلسفه، انت عارف انا اطلع الفلسفه دي يطلع الحاجات من بعدها، بس الاول سيبني اطلع براحتك. الفلسفه. لو انا دخلت على التعريف العلمي، فالسلف داوت ده مش كلمه علميه قوي، ولكن هي كأن احنا بنقول عكس، يا اما سيلف ستيم اللي هو تقدير الذات، او سيلف كونفيدنس اللي هي الثقه بالنفس، والكونفيدنس برضو مش كلمه علميه قوي، او سيلف افيشنسي اللي هي انا الـ 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 الايمان بقدرتي على التعامل، الكفاءه. اوكي، فانا عشان اقول، عشان اتكلم عنها، عايز اعرف احنا بنتكلم عن عكس ايه. اوكي، عكس الكونفيدنس ولا عكس ايه؟ لانه زي ما اتفقنا، التشالنج او التحدي اللي عندي، المشكله اللي عندي، الاولى بيا ان اصاحبها واعرف هي هنا ليه قبل ما احاربها. مش انا متشكك في نفسي، يلا حارب، يلا اعمل ادوات، وقف الكلام ده، ثق في نفسك. الكلام، المسج دي مش مسج واقعيه، ناهيك عن انها مش مفيده. يعني ما ينفعش تقول لحد ما تخليك واثق في نفسك، يعني زي ما بنقول للعيال كده ساعات، ما بيعملش حاجه الكلام ده. فالاول اتصاحب عليها. سيلف داوت ده علميا، او التشكك في النفس، صفه حميده على فكره. يعني انا عاوز اسالك انت مروان سؤال. انت راجل معروف ما شاء الله في مهنتك، وبراند كوتش، وشاطر، وكنت شاطر في الكوربريت، وشاطر في اللي انت بتعمله دلوقتي. هل انت عندك تشكك في نفسك ولا لا؟
100% 100% عندي بس مش 100% بالنسبة بالأكيد عندي صح؟ عايزك تتخيل معايا كده لو احنا عملنا معجزة عملية جراحية شلنا منك التشكك بالمرة بقى صفر انت لا تشك في شيء about yourself عن نفسك هتبقى مين؟ هبقى فيك ما اعرفش دي جت انا بتكلم معاك بشكل تلقائي اعتقد التشكك في النفس من وجهة نظري في حالتي انا الشخصية بتزود الاوثنتسيتي بتاعتي لانها بتخليها دايما تخليني دايما اقف زي ما انت قلت في اول الاصاله بصدق ماشي بالظبط كده. ومن ناحيه الاداء تفتكر هيحصل حاجه مختلفه؟ من ناحيه الاداء اعتقد احنا لان الواحد بيأكسبت او متقبل حته الجهل بتاعه او الجهل ده ممكن يكون بسبب بقى ان انا شايف ان انا متشكك في نفسي فالواحد بيحب دايما يتعلم. انا شايف ان هو دافع يعني لو انت احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي شايف ان هو موتيفيت يعني دافع محفز ان انا اتعلم وكل ما اتعلم اشك اكتر. فانت لما تشك انت بتبقى عاوز تحقق عاوز تتاكد ولو عايز تتاكد بتروح تتعلم اكتر او بتسال عن فيدباك. مش انت بتسال عن فيدباك بعد ما تعمل وركشوب تمام عشان ايه تاخد الفيدباك ده يطلع حلو؟ لا انت ممكن تاخده يطلع وحش فتاخد الفيدباك الوحش وتتشكك في نفسك فتصلح المره اللي بعدها وكان ده اسلوب التطور. انا ليه بقول الكلام ده؟ احنا لسه بنتصاحب دلوقتي الاول هنتصاحب وبعدين هنحاربه بس هنفاجئه عارف هناخد التشكك في الذات نصاحبه الاول. فلو تعرف في تجربه مشهوره قوي او ريسيرش بحث علمي مشهور قوي اسمه دانينج اند كروجر ايفكت ده من الابحاث في علم النفس اللي خدت نوبل جائزه نوبل. دانينج اند كروجر ايفكت ده بيتكلم عن نوع من انواع الميول الفكريه اللي بتقول ان الانسان في المعتاد بي اوفر استيميت لما يكون غير ماهر لما يكون مش عارف حاجه فهو بيميل للرفع من قدر قدراته تمام. وبالتالي دانينج اند كروجر العالمين دول قالوا ايه؟ قال لك ان درجه الثقه في النفس يعني انا عندي تشكك في الذات في ناحيه وحش وعندي الثقه في النفس على الناحيه الثانيه فدرجه الثقه في النفس العاليه قوي اللي هي 100% ثقة في النفس ما بتحصلش إلا عند الانكمبتنت اللي هو الرجل اللي مش عارف حاجة. وحتى قالوا بيبقى مش عارف حاجة لدرجة إنه مش عارف إنه مش عارف حاجة. يعني قال لك كأن بني آدم يعني ما عندوش لا الوعي ولا الإدراك ولا المهارة لدرجة إنه مش قادر حتى يحدد مقدار مهارته. تمام؟ فنمرة واحد عشان نتصاحب على الشك في الذات 100% ثقة في النفس دي مش علامة طيبة. مش علامة طيبة، تمام؟ تعال ناخد بقى بقية رحلتهم، فقال لك إيه؟ أنت بيبقى عندك الثقة في النفس دي عالية جدا، وبعدين تبتدي تكتشف إن أنت في حاجات ما تعرفهاش، لو ربنا ساعدك الحظ يعني وربنا قدر لك تكتشف. فأنا ما أعرفش دي وما أعرفش دي أو يجي لك فيدباك من الحياة أو تعرف أو تجرب حاجة جديدة فتفشل فيها، تقوم واقع في فالي كده أو وادي اسمه وادي اليأس والإحباط. إذا إيه ما أعرفش حاجة خالص. فتقوم الثقة تنزل خالص وبعدين تبدأ مع الوقت تروح تتعلم فتبني شوية معلومات فتبدأ الثقة ترجع تاني بس واحدة واحدة لغاية عند المرحلة اللي بيسموها الجورو أو الماستر أو اللي هو يعني عارف عم الناس في العلم الفلاني ترجع بقى تاني الثقة العالية. بس دي بتبقى مرحلة طويلة قوي. أنا كنت لسه بذكرها فعندي حاجة مش عارف الرسمة بتاعتها نعم. فده ده درجة الثقة واللي تحت ده درجة الكفاءة. اوكي؟ فالمية في المية ثقة بتبقى عند 0% كفاءة. بعدين اكتشف او منازل ده البحث الاستاتيستيكال فعلا يعني. او منازل وقعت هنا في الاحباط بعدين ابدا اطلع بقيت احسن شوية بقيت انلايتد فهمت شوية وبعدين ابدا اطلع تاني اطلع 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 لغاية ما اوصل تاني لنفس مرحلة الثقة. تمام؟ العادي بقى المعتاد هنا بقى ايه يا مروان؟ ان انت في رحلة حياتك غالبا مش هتبقى في الناحية دي، مش هتبقى هنا، مش هتوصلها يعني فاهم ازاي؟ ممكن تغادر الكوكب. مهارات في مهارات كتير قوي هتبقى هنا. تمام؟ وهنا ده في نقص ثقة
انت مش زي ما كنت في الاول. عارف ساعات احنا نفتكر كده ايه فين ايام ما كنا صغيرين والدنيا مريحه والواحد ما عندوش مسؤوليات، هو مش ده السبب، انت اصلا كان عندك ثقه عاليه جدا. انت بس عرفت، فاهم قصدي؟ يا ريتنا فضلنا كده ومرتاحين زي الطفل، اسمها تشايلد هود اوف برين يعني. فانا واثق وكده. فانت في المعتاد هتبقى في الرحله، والرحله دي معناها شويه ثقه ناقصه. الثقه دي لما بتنقص بيتملي مكانها ايه؟ شك. آه، تشكك. تشكك حبيبي بقى. التشكك ده هو الدافع ان نفضل اكمل الرحله. فاحنا كده اتعشى نكون ايه اتصاحبنا عليه، فهو ليه سبب. التشكك الصحي ليه سبب، والسبب ده ان هو يدفعك لانك تتعلم ولانك تحسن من نفسك ولانك تكمل ولانك تتواضع ولانك تبقى زي ما انت قلت اوثنتك وصادق مع نفسك، يبقى عندك نزاهه، وكمان ما تزعلش منه، لان يعني احتفل بيه لانه هو من علامات صدقك ومن علامات علمك. يعني انت لو مش ماهر مش هتشك، فقول اه الحمد لله انا بشك، انا الحمد لله عندي شويه. اوكي جميل، جميل قوي، جميل قوي. وزي ما انت قلت عليه اشرف، انت قلت ان هو التشكك الصحي. التشكك الصحي هو الحافز ان انت تتحرك، والحافز ان انت تبحث، او الحافز ان انت تسعى، او ان انت تكمل في الطريق. اعتقد الشك اللي احنا ممكن هنتكلم فيه ونلعب معاه شويه وممكن نحاربه شويه هو التشكك الغير صحي، اللي بيخليك تلعن نفسك وتلعن الناس وتقف في مكانك وترجع لورا تاني وما تعملش اي حاجه. بس انا حابب ان انا يعني ابروز الحته انت قلتها، جميله جدا. انت بتقول عكس التشكك ايه؟ عكس التشكك قله الثقه. عكس التشكك عكس الثقة في النفس، قصدي قصدك اوكي الثقة في النفس عكس التشكك. لا، هو حسب اللي احنا بنتكلم عليه. التشكك في النفس ممكن يكون عكسه الثقة بالنفس، ممكن يكون عنده عكسه تقدير الذات، ممكن يكون عنده عكسه الثقة بالكفاءة للتعامل مع الأمور. فعلميا ليه عكوسات كتير. اقول لك اوسط. على فكره هما مختلفين، يعني تجاربهم مختلفه والابحاث عنهم مختلفه. يعني في البوست سايكولوجي في حاجات عن الافشنسي لوحدها، وفي حاجات عن السيلف ستيم لوحدها. الفروق ما بينهم، وكان تقدير الذات دي حاله حاليه ذهنيه، انا بقدر نفسي وبحترم نفسي وعارف قدراتي وبعتد بنفسي. الافشنسي او تقدير الكفاءه دي حاله مستقبليه شويه، انا عندي ريزيلينس، عندي ثقه وايمان ان لما الظروف تتغير حتى لو اتغيرت انا هقدر اتعامل معها. عندي ثقه في مرونتي وريزيلينس بتاعتي ان انا اقدر اقف على رجلي تاني. يعني ده دي الفروق اللي بينهم. بس خليني اقول لك، بما انك فتحت موضوع الثقه بالنفس مقابل التشكك في النفس، برضو عايز اعتبرهم على كونتينيوم كده، اول واخر. تمام. فالاول الوحش اللي احنا ما بنحبوش التشكك في النفس لدرجه التوقف ولدرجه لوم الذات ولدرجه جلد الذات ولدرجه التشاؤم الكامل، ده الصفر مثلا. تمام. المية قمه الثقه في النفس، انا واثق في نفسي 100%، قلنا دي من دونيجان كروجر من علامات ان انا ما فهمش حاجه. بس بيصاحب الثقه في النفس دي حاجه اسمها اوفر كونفيدنس، الثقه الزائده بالنفس. قد يصاحبها بعض الاضطرابات النفسيه زي ان انا ابقى نارسستيك او عن نرجسي، وقد يصاحبها الغرور، واكيد يصاحبها البلوكج ان انا مش هتعلم حاجه جديده. يعني لو انا بتكلم مع مروان دلوقتي وانا مليان بنفسي ومتاكد ان انا بقوله ده صح، فمش غالبا مش هستقبل. تمام. فكاننا احنا يا مروان النهارده بنقول ايه، فمش الصح ان انت تمشي من التشكك اللي ما بنحبوش تروح جري على الناحيه الثانيه. لا، ده حلو. في حاجة في النص، في حاجة في النص. الحاجة في النص دي الاعتداد بالذات، الثقة غالبا تبقى نابعة كمان من إيمان بربنا، إيمان بتوكل في حاجة. يعني في سيستم كامل، إيكو سيستم كامل، في تدريب وفي معلومات وفي تعلم وفي مجهود وفي تواضع وفي شوية تشكك، لأنه أنا بما إني في النص ففي شوية تشكك. يعني لو انا في النص هيبقى في قليل ثقه نملى تشكك، قليل تشكك نملى ثقه. فاحنا بنحارب فين؟ بنحارب الناحيه اللي هي الوحشه دي، اللي هي تخليني اتشل او تخليني ما اتحركش او تخليني في قمه التشاؤم او عندي خوف شديد ان يبدا او افقد الامل. جميل، جميل، حلو جدا، حلو جدا. اعتقد السؤال اللي جاي هيبقى، طب نعمل ايه في التشكك السلبي او التشكك بشكل اللي هو بشكل السلبي اللي بيخلي الشخص يقف وما بيخلوش يتحرك؟
الجزء الاولاني اعتقد هو جزء مهم جدا انت ذكرته دايما، انت بتحاول ان انت تقلب الترابيزه يعني 180 درجه. فانت قلت رقم واحد ان انت مش لازم تأوفركم التشكك ده، انت محتاج تصاحبه الاول وما تبصش لعكسه ان انت هتشيل التشكك تبقى واثق 100%. بس في ناس ممكن يكون عندها بقى حته التشكك السلبي اللي هو اعتقد هيبقى محتاج علاج او محتاج ممكن مساعده. تمام. فايه المساعده اللي انت ممكن تقولها لنا عشان الشخص يقدر ان هو يحول من التشكك السلبي الى تشكك ايجابي، مش لازم يصل الى مرحله الكونفيدنس، ولكن يقدر ان هو يغيره من تشكك سلبي لتشكك ايجابي. حلو. طب تعالى بقى نتكلم، تعالى بقى نبدا نتكلم على التشكك. التشكك عموما نتكلم عنه وحش شويه، احنا اتكلمنا عنه كتير حلو وصاحب. هنجيب سيرته يس. بقى. جملنا صورته بما فيه الكفايه. تمام. اولا السيلف داوت او التشكك في النفس او نقص السيلف ستيم، نقص تقدير الذات، بيتناسب طرد يتناسب عكسيا مع الويل بينج، مع العافيه ومع الرفاه ومع السعاده. فالإنسان وكأني يا مروان السيلف ستيم ده أو الاعتداد بالذات والثقة في النفس كأنه حافز أو بفر ضد الانكزايتي، ضد القلق، ضد الاكتئاب، ضد الاسترس. عارف لو أنا عندي كده سيلف ستيم وسيلف افشنسي وعارف إن أنا إن شاء الله ربنا معايا، عارف اللغة اللي هي دي يعني هقدر أعملها إيه، يعني وقت صعب هقف، عارف الناس عندهم اللغة دي، اللغة دي بتمنع عنهم حاجات كتير من الأمراض ومن الاضطرابات ومن مشاكل العصر. أوكي؟ وفي نفس الوقت بتخليهم أسعد في حياتهم، بتخليهم أقدر على التواصل مع الناس، على بناء العلاقات، على التطوع وعلى العطاء وعلى الطيبة وعلى التعاطف. وبتخليهم أكثر جاذبية وأحسن صحة من ناحية مؤشرات مثلا القلب والضغط والسكر وكده. فالحاجات دي فهو مش تهريج، يعني موضوع ان انا يبقى عندي شويه ثقه في نفسي معقوله ومظبوطه وصحيه، دي حاجه مطلوبه. وبالتالي نقص عن المطلوب غير صحي، فهنتكلم عن الحته دي وحش. فالتشكك في الذات قد يكون سبب من اسباب الدخول في حاجات زي الاكتئاب والاسترس والانكزايتي والحاجات اللي بنسمع عنها كتير دلوقتي ومن امراض العصر. لما اجي انا اتكلم بقى على الحته بتاعت انا متشكك، طب ما احنا اتفقنا، احنا سألنا مروان اهو كم سؤال، مروان عنده تشكك في نفسه وهو بيعمل كل يوم بيعمل حاجات بيشتغل. انا بدأت بقول لك انا بشتغل الفترة دي كتير جدا وبتاع وعندي تشكك على طول. اما قلت لي حتى انت واحنا بندردش، اما قلت لي انت عندك ادوات كتير تقدر تستعملها وكومبوننتس للطبخة، قلت لك من ضمن الكومبوننتس دي شوية سيلف داوت، شوية تشكك في الذات. وكومبوننت اساسي يعني مكون اساسي من مكونات الطبخ التشكك في الذات، عشان اعرف اسمع، عشان اعرف اتواضع، عشان اعرف ابقى محترم. وده على فكره مش تمثيل التواضع، ده الحقيقي. انا بجد مش متاكد، يعني في حاجات مش متاكد منها، انا حتى اللي بقوله دلوقتي مش متاكد قوي منه، انا بقول تجربتي. ممكن حد تاني يقول لك انا احسن حاجه حصلت في حياتي التشكك ده اللي وداني حته. ممكن الانسان ملوش قوانين قوي. فبما اني انا عندي تشكك وانت عندك التشكك، فيبقى مشكلتنا يا مروان مش في التشكك. يعني لو سألت اي حد من نوعده من الناجحين مش هتلاقيه ما عندوش تشكك، ما قضاش عليه على حقيقي، هو ما حاربوش، ده حقيقي، ده حقيقي. هو عمل ايه برغم وجوده او عمل ايه بسبب وجوده. هو ده موضوعنا. اعتقد ان انت النهارده لما بتفتح الموضوع ده فانت مهتم بالناس اللي قررت قرارات بناء على التشكك، مش قرارات سليمة لحياتها. صح. الناس جبنا سيرتهم لو هم انت شايفهم معديين بس عندهم التشكك جوه، يعني احنا ما عملناش اشعه فطلع عندهم تشكك، احنا عرفنا من تصرفات. فنمره واحد ان احنا اللي عاوزين نحله، بس عشان ما ندورش على المفتاح في النور مع انه ضعف الظلمه، اللي عاوزين نحله مش ان احنا ناخد الرحله الطويله بتاعت القضاء على الشعور. لانه لو تفتكر احنا مدرستنا واحده سكول انجلي كانت بتعلمنا ايه؟ كانت بتعلمك ان الشعور ده ماشي في حاجه كانها بايب كده. لو انت قدرت تقضي على الشعور السلبي ما تحتفلش هتقضي قوي، عشان لان هتقضي على كل الجاب اللي هيقع. عارف، زي ما في بعض الادويه مثلا النفسيه وبتاع، واحد يديله واحد عشان حاجه مضاد، ده بقى طبعا مهم جدا لحياته ما اعترضش عليه، بس هو بيوقف كل المشاعر، يقول لك في النم، انا مش حاسس بحاجه،
او في ستاره ما بيني وما بين الدنيا، تمام؟ فان انا مش عايز اقضي على الشعور هنا، انا عايز اشكل السلوك بطريقه ايجابيه، صح؟ فالايجابيه يا جماعه عشان كده الناس بتتكلم على الايجابيه السامه اللي هو حس حلو حس حلو، مش عايز احس حلو. الايجابيه مش تعرفها الاحساس الحلو على فكره، الايجابيه معناها التصرف بايجابيه مع الاحساس الوحش. يعني احساس وحش والا بقى ايجابي ازاي؟ ما انا لو مستني احس حلو عشان ابقى ايجابي، طب ما سهله كل الناس بتعملها يعني. لكن حصل مشكله، الايكونومي اتغير حواليا، الجو اتغير حواليا، جالي تشكك في النفس، طبيعي من انسان لازم هيجي لي، بعمل ايه بقى؟ هو ده اللي عاوزين نحله. حلو قوي. وعلى فكره ده مش معناه، مش هقول لك يعني، هتسالني تاني وهقول لك ادوات لمعالجه الشعور برضو، بس هنا الزتونه، الزتونه في اختياراتي او في اصل ايماني اني عندي اختيار حتى مع التشكك في الذات. جميل جميل، انا عاجبني جدا حته ان انت فرقت ما بين الشعور وما بين السلوك، لان ممكن كلنا بنشعر بنفس الشعور، ولكن ممكن في ناس عندهم سلوك خلاهم ان هم يوصلوا لمتاهه او يوصلوا لبوينت ما مش قادرين ان هم يطلعوا منها. فهي الفكره كلها ان انت، او البوينتس اللي انت هتذكرها كمان شويه، هي مش مشكله ان احنا ازاي نحارب او نوقف الشعور، ولكن ازاي ممكن ان احنا نوجه السلوك او نقوم السلوك. وهقول حاجات عن الشعور لانه من مقومات السلوك الشعور الجيد. ما انا برضو مش يعني عايز ابقى واقعي، انا مش هاجي لك برضو وانت محبط والدنيا ضلمه واقول لك قوم اقف على حيلك واعمل كذا، بس التوازن بين الاثنين. انا بقول بس ان الحل النهائي للنجاح في الحياه او في مشروعك، لو احنا بنتكلم انتربرينورز او كده او مش عارف ايه، شويه شعوري، بس ما تستناش الشعور يجي فتقوم من السرير يعني. صح قوموا قوموا نشتغل على الشغل، نشتغل على كل حاجه مع بعض، بس قوم يعني. دي النقطه. ما عندك حق، ما عندك حق. 100% 100% انا معاك. حابب تنقل على الخطوه اللي بعدها؟ الخطوه اللي بعدها من وجهه نظري هو السلوك بقى نفسه، ازاي ممكن ان احنا الاثنين، يعني لو انت عندك ادوات ان احنا نظبط الشعور او نحسن الشعور بالاضافه لادوات ممكن ان احنا نستخدمها نحسن السلوك، ده هيكون كويس. لو حابب ان انت تدينا مثلا 3 بوينتس هنا و 3 بوينتس هنا، 3 شعور و 3 سلوك، او براحتك يعني ممكن تدينا كل تلت لوحده، عاوز كل تلت لوحده ولا مشكل مشكل وفي الاخر ادينا هديه يعني. والله حلو، تعالى نلعبها كده. انا عارف ان انا احيانا لما بسال الاسئله دي بتجيب نتيجه، ما فيش مش محدش محضر حاجه، بس بتحس ان احيانا الاجابات بتطلع جميله جدا. فتعالى نشوف ثلاث حاجات او 3 بوينتس ممكن ان احنا نحسن بيها الشعور، و 3 بوينتس ممكن نحسن بيها السلوك، وقول لنا هديه. حلو. انا كده، انت السؤال جالك من عند ربنا، فربنا يبعت الرزق بتاعه. طيب اول حاجه خليني في الموضوع الشعور عشان ده الاسهل، ده دراستنا، فده اللي انا فاكر الحاجات بتاعته يعني. وبعدين موضوع السلوك لازم هنتطرق لتجارب يعني، فخلينا الاول في موضوع الشعور. في موضوع الشعور انا من الانترفنشنز اللي بحبها جدا اللي بتنفع في مجال العمل وبستعملها ساعات في الكوتشنج وكده، الانترفنشن بتاع بيست بوسيبل سيلف، بي بي اس، بتاع مارتن سيليجمان. ليه انا بقول الانترفنشن ده؟ هشرحه دلوقتي. بس ليه انا بقوله؟ انا بقوله لان في المعتاد الدرجه اللي انت بتحكي عنها دي يا مروان من التشكك في الذات بتكون مرتبطه بشويه تشاؤم. انا مش متوقع من نفسي الخير زي ما قلت لك، ومش متوقع من الدنيا الخير، ومش متوقع من استجابه الدنيا ليا هتبقى كذا، واني حتى لو سعيت مش هوصل لحاجه، وشايف كل اللي سعوا ما وصلوش لحاجه، يعني يبقى في نوع من التشاؤم. وده دكتور مارتن سيليجمان بيقول ان ده الديفولت بتاع مخنا، يعني احنا مخنا مخلوق عشان يبروتكت اس، يحمي حياتنا، وبالتالي الحمايه دي تقتضي ان هو يفكر في كل السيناريوهات الوحشه. حاسب وانت نازل على السلم هتقع، حاسب وانت سايق العربيه هتعمل حادثه، حاسب تطلع في الطياره كذا. فهو المخ بطبيعته، كان طبيعته في بعض الدراسات يعني بيقولوا انه متشائم، المخ طبيعته متشائم. فانت علشان انما اما التفاؤل فكومبتنسي، التفاؤل هي مهاره بتبنيها. اوكي؟ طبعا في فروق طبيعيه بين الناس، في الطباع فروق، في واحد متفائل بطبعه وواحد متشائم بطبعه، بس احنا محتاجين نبني المهاره دي. فبالذات في اوقات الصعبه هيجي المخ عاوز يحميك، فعاوز يحميك من الفشل، فيقول لك ما تقومش تنزل اصلا. عاوز يحميك من الفقر، هيقول لك ما تصرفش، عاوز يحميك من كذا، دايما هيقول لك الحاجات اللي بتحميك.
فاحنا عاوزين نعادل شويه المخ ده. فدكتور مارتن سيليجمان اقترح شويه ادوات، منهم الاداه دي اللي هو ازاي ادي المخ رساله انه قد يكون الامور جيده، حتى مش بجبره، مش يا عم هتبقى الدنيا حلوه، لا احتمال تبقى حلوه على فكره، بما ان في احتمال تبقى وحشه يبقى الاحتمال التاني موجود. فبمسك ورقه وقلم، انا النهارده موضوعي في شغلي او في شركتي اللي مش عارف اروح فين. فالتجربه النفسيه هنا ان انا بمسك ورقه وقلم وباخد لنفسي 20 ل 30 دقيقه على جنب، وبكتب تحت عنوان افضل حاله ممكنه في خلال سنه من النهارده او خلال 6 شهور من النهارده. شركتي هتبقى في الحاله الفلانيه، البراند بتاعي هيبقى في الحاله الفلانيه، انا بصحى، كل التفاصيل بقى اللي تقدر عليها لازم بالكتابه على فكره. انا بصحى من النوم في الوقت الفلاني، بنام في الوقت الفلاني، بمارس الرياضه عدد مرات في الاسبوع، بقابل اصحابي كذا، حالتي مع عيلتي، علاقاتي بالناس، حتى عاوز توصل انا وزني كام وبلبس ايه، اكتب التفاصيل دي. ليه بنكتب كل التفاصيل؟ علشان النجاح في دماغنا ايمج، والدماغ عاوزه تعرف الايمج دي. المخ عاوز في حاجه اسمها سايكولوجي اوف بوسيبيليتي، سايكولوجيه الاحتمال او الفرصه. فايه ده؟ هو في فرصه ان انت عاوز تقول للمخ، مخ ده بقى ساعات بيبقى طفل كده عبيط، عاوز تعلمه زي ما بتدادي عيل صغير يعني. فبتقول له ده على فكره اه الدنيا وحشه وبتاع، بس تعالى اقول لك حاجه، ده احتمال، احتمال لو كل حاجه مشيت كويس ابقى انا بعمل ريفينيوز كذا في السنه، ويبقى عندي عدد المعين من العملاء، وببقى بقابلهم بالطريقه الفلانيه، على وشي ابتسامه، وزني 70 كيلو، بلعب رياضه، لابس اخضر، علاقتي بعيلتي كويسة، بسافر مرتين في السنة. واسمه عشان كده النظرية اسمها ايه، او الانترفينشن ده اسمه احسن سيناريو ممكن، وتحت ممكن دي بنحط ثلاث خطوط. فاحنا مش بنقول حاجات غير واقعية، احنا بنقول لو الدنيا مشيت كويس هيبقى ده الواقع، مش هتقول انا هطير في الهواء ولا هبقى ملياردير، مش هنخش في الحتة دي عشان المخ يصدقك كمان، لانه انت مش عاوز، احنا ما بنحلمش هنا. وبالكتابة الناس اللي بتجرب الانترفينشن ده بتقول ان كتير قوي طريقة حياتها وطريقة السلوك بتاعها بيتغير، فكأن ده احنا بنقول هنا تدخل شعوري سلوكي في نفس الوقت، تمام؟ ولكن احنا بالنسبة لنا الحتة الشعورية هي دي الموجودة الممكن. فده ده نوع انترفينشن حلو جدا. ده نوع هو احسن سيناريو ممكن، وده انترفينشن نفسي الناس بيستعملوه في الثيرابي، وبيستعملوه في العلاج النفسي، وبيستعملوه في الكوتشنج وكده. الحاجه الثانيه اللي انا يمكن قلنا عليها المره اللي فاتت او اللي قبلها، وهتلاقيني بقولها دايما كل مره، هو الحاله الجسمانيه. الحاله الجسمانيه هقول فيها تدخلين، الحركه بركه، المخ الجسم الكسول بيحمل رأس مكتئب. حلو. الجسم الكسلان في المعتاد بيحمل رأس، في المعتاد طبعا ما بقولش ان ده 100%، بس الرأس المكتئب بيبقى ماشي فوق جسم كسول. الجسم اللي بيتحرك وعنده نوع من الرياضة فده بيقلل قوي القلق، فبيخلي فيه أفكار إبداعية، بيقلل الأفكار التشاؤمية شوية، بيزود التفاؤل شوية، بيزود الإقبال على الحياة، وبيزود النشاط. فانت انت برضو من ناحيه معينه انت آلة، فلما تلاقي عندك نشاط فانت عاوز تعمل بيه حاجه، ولما تيجي تعمل بيه حاجه غالبا الحاجه دي هتجيب ثمارها ان شاء الله. فالرياضه تدخل دايما هنقوله. والتاني بقى الجسماني التاني هو وضعيتك، embody your mood زي ما بيقولوا، اللي هو الحاجات بتاعت اعتقد ايمي كادي يس اللي هو وضعيه الجسم وطريقة المشية وتعبيرات الوجه والطريقة اللي بتتكلم فيها بتفرق جدا، مش في تأثيرها على الناس، هي ليها طبعا تأثير على الناس زي ما أنا وأنا بتكلم معاك كده، غير لما قاعد كده واتكلم في تأثير على الناس، ولكن بتفرق في الرسالة اللي بتوصل لمخك أنت منك. فلو أنا عايز أعمل هدف، والهدف ده بالنسبة لي بعيد المنال أو مش عارف أعمله دلوقتي، يعني إيه بقى متفائل؟ يعني إيه أثق في نفسي؟ بيقول لك ايه، غمض عينك وتخيل لو مروان ده هو واثق في نفسه يبقى شكله ايه، لو هو متفائل بيبقى شكله ايه، كتافه بيبقى فين، نفسه بيبقى ازاي، صوته بيبقى عامل ازاي، تعبيرات وشه، ومثل ده تجسيد، عارفين امبادي اللي هو التجسيد، عارف ما بيقول لك اما ممثل بياخد دور جديد بيقعد يعمله في البيت عشان يعيش الدور. مش كذب، انت بتطلع من جوه مروان الواثق،
وتمثله حتى لو مع نفسك، لو مش عاوز الناس تضحك عليك يعني، تمثله مع نفسك في البيت قدام المراية. اقف الوقفة دي قبل كل موقف مهم، قبل قرار مهم. إيمي كادي بتقول إنك لو وقفت وقفة بجسم مفتوح لمدة دقيقتين، ده بيعلي التستوستيرون والحالة النفسية، وبيقلل الكورتيزول اللي هو هرمون الضغط ستريس. النفسي وهرمون الاسترس، فبيخليك أقدر، ما بتبقاش نارو مايندد، أقدر على رؤية الفرص، أقدر على اتخاذ القرار، وأقدر على الحكم الصحيح. وبالريسيرش الناس بتقبل في الانترفيوهات أكتر لما يعملوا الحركة دي، رغم إن الانترفيور ما عرفش إن هم عملوها يعني، فبترفع ثقتهم في نفسهم. فكده إحنا قلنا واحد اتنين تلاتة. واحد أحسن سيناريو، واحد بس اتنين رياضة، بوسبل الحركة، رياضة. رياضة الحركة، ده اللي الناحية الشعورية. ثلاثة البوستشر والبريزنس والحضور، المايندفولنس والحضور. نايس، حلو قوي، حلو جدا. انت قلت لي عاوز ثلاثة ايه كمان؟ عشان انا كنت على الشواية فانا ثلاثة سلوك، أنا عايز ثلاثة ثلاثة سلوك. سلوك دلوقتي. ثلاثة سلوك. يس طب ماشي ماشي ماشي. ثلاثة مشاعر وثلاثة، إحنا انا جبنا حاسس ان انا المشاعر قلته، خلاص. حاسس ان انا قلته خليط، بس انا هقول لك، انا مسيبك بقى من ان انا اقول حاجه سلوك، انا مش بعدل سلوك الناس، ولكن انا هقول اللي انا حصل معايا. اكسبيرينس الوقت اللي كنت بحكي لك عنه، الضلمه ده، سمعت من يعني اتعلمت من شخص عزيز عليا وكوتش ليا قبل كده، حاجه اسمها سبيس مينتاليتي، او ان انا يس اتحرك مهما كانت الدنيا كانها واقفه ومليانه عراقيل، ألاقي مساحة ولو صغيرة أتحرك فيها. فده السلوك اللي أنا كنت بتمناه لما ألاقي نفسي، مش معناه أني ما كنتش بحبط على فكرة، ساعات كان بيبقى عندي تشكك غير صحي في نفسي، وعندي تشاؤم وعندي كسل وعندي إحباط. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان الناس ما تقولش إيه، أما الناس دي أصلها عدت. لا، ما فيش حد، كلنا بنمر بده. بس السلوك اللي كنت بتمناه ساعتها، إيه الحاجة، السؤال ده سؤال بالنسبة لي ذهبي، إيه الخطوة اللي مهما كانت صغيرة اللي أقدر أخدها؟ ايه اللي في حلو قوي. ايديا؟ ايه اللي في ايديا؟ تمام؟ فانا مش لاقي شغل مثلا، او مش عارف اعمل ايه. بس جه في دماغي اكلم مروان اساله، مروان انت بتعمل ايه الايام دي؟ وايه وجهة نظرك؟ دي خطوه. في مود التشكك والاحباط قوي، ساعات باجلها. فانا كنت بايه؟ بعمل الخطوه دي، ده اللي سلوكيا بعمله. مهما كان شكلها يعني مش هتعمل حاجه وبتاع، اعمل خطوه. اتحرك حركه. فخليك مبادر بالحركة، اعمل أي حاجة، ما تقعدش ساكت، اعمل أي حاجة. حلو قوي، حلو قوي، لان ده منطقي اللي انت بتقوله ده يا اشرف، لان احنا بنقول ان الشعور، سواء بقى الشعور او سواء السلوك، احنا بنحاول ان احنا نحارب. احنا في وضع الحرب دلوقتي، لان هو تشكك سلبي، فانت لو ما حاربتوش هو اللي هينتصر، وبالتالي انت مش هتروح في حته، فده محتاج تدخل جراحي منك عشان تقدر ان انت تتحرك. والتدخل الجراحي ده انت محتاج تعمل العكس اللي هو عايزه منك. لو هي طاقة نيجاتيف فانت عايز طاقة بوزيتيف، واللي هو او طاقة ايجابية، وهي انت بتحاول ان انت تظبط الشعور بتاعك. ولو هو بيتقلك فانت محتاج ان انت تتحرك، محتاج تعمل عكس اللي هو عايزه منك. فمنطقي جدا ان انت محتاج ان انت تبادر، حتى لو المبادرة دي كانت صغيرة جدا، ولكن محتاج ان انت تبادر، لانك انت لما بتبادر ده معناه ان انت بتعمل عكس اللي التشكك السلبي ده هو طالبه منك، ان انت تقعد تتفرج على التلفزيون ومالكش دعوه بالعالم الخارجي، وكل لان كل العالم الخارجي وحش، صح؟ كل العالم الخارجي مش فاهمك، كل العالم الخارجي مش هينفع معاك. فميك سنس تاخد المبادره. وعجبني جدا حته، لان انت حطيت اتنين مع بعض وحلوين قوي الاتنين دول، ان انت بتحاول تسال السؤال كمان، وده ممكن يكون سلوك، ان انت بتسال السؤال اللي بيدفعك نحو المبادره. تمام. يعني في ناس بتسال السؤال اللي بيدفعها ناحيه ان انا مش هعمل حاجه في ده، أسئلة ضلمة، أنا ليه ولكن بيحصل لي كده؟ وهم ليه بيعملوا فيا يس كده؟ وإشمعنى أنا؟ حلمي راح فين؟ فأسئلة ما بتوديش في حتة. فهو السؤال اللي هو ايه ممكن اعمله دلوقتي عشان يحصل واحد اتنين تلاته بشكل ايجابي. فده ده سؤال سلوكي، اعتقد سؤال تعديل سلوك يعني لوحده، وهو ده اللي هيؤدي الى المبادره، او هيؤدي يعني خلاص انا سالت السؤال، ادور بقى على حد حواليا ممكن دي تكون الخطوه رقم اتنين، او السلوك التاني ان انت تابروتش الناس معينين، او يبقى عندك سبورت سيستم. تمام، يبقى عند كده معتبر نفسك وصل لك اتنين، ناقص واحدة. لا ده انا وحش قوي في الموضوع ده. لا ده انا عايز اطلع منك 15 كويس. لا والله انا بفتكر تجارب، وانا بقول اتفضل. لك يعني بفتكر، انا فعلا بفكر، ما عنديش تحضير، ولكن
انا كنت بعمل ايه في فتره الاحباط، يعني اما بقوم منها، عشان برضو انا هاكد تاني كلنا هنعدي بيها. فلو انت دلوقتي حضرتك او حضرتك اللي بتسمعينا في فتره عندك تشكك كبير في النفس موقفك او موقفك او محبطه او بتاع، اهلا بيك في العالم الحقيقي، انت شخص طبيعي جدا، ما فيش مشكله خالص، يعني كلنا هذا طبعا. لكن انا كنت بعمل ايه تاني؟ كنت ببني، وفطريا حتى قبل ما اتعلم الموضوع ده باللغه العلميه، يعني كنت ببني على نقط قوتي. بمعنى ايه؟ انا عاده باحبط قوي لما انا بعمل حاجه مش سكتي، مش بتاعتي. يعني انا مثلا انا بشتغل فاسيليتيتر، بشتغل مع فاسيليتيترز اعظماء، يعني من احسن الناس في العالم، زملائي، فعلى طول استريتشد وعلى طول شايف فيهم اللي انا نفسي اتعلمه، فمهما خدت من الخبره دايما في احسن مني، ودي حاجه كويسه. ولكن احنا عندنا برضو نقط قوه مختلفه، فبحاول ابني على نقطه قوتي، لان انا حاربت كتير في نقط ضعفي. ويعني مثلا في ناس اعرفهم من اللي بيشتغلوا معايا بيجننوني بهاو ستراكتشر دي ار، منظمين جدا، يقدروا يحطوا اجنده يمشوا عليها. انا اقدر احطها حد تاني يمشي عليها. لازم ارتجل ولازم استرسل ولازم اروح في حتت وكده، ولو ما تهتش ما وصلش، يعني لازم اتوه وتوهك معايا. فالاول قعدت كتير قوي احارب في الحته دي، الحته دي احبطتني شويه. فلما اكون في موقف بالذات الموقف اللي فيه تشكك في الذات، ابني على نقط قوتك مش نقط ضعفك. فقلت طب انا ايه نقط قوتي؟ انا نقط قوتي التواصل مع الناس اللي موجودين في الاوضه، الامباثي، البوند اللي بيتعمل في البريك، العلاقة، تمام؟ فلما تكون في الحتة دي أسهل بورد تطلع عليه الموجة، أسهل بتاع ده بورد، عارف لو أنت بتعمل سيرفينج، أسهل واحد تطلع عليه هو نقطة قوتك مش نقطة ضعفك. فجرب في دي، أولا هتبقى أشجع وانت بتعملها، ثانيا حتى لو ما نجحتش انت هتبقى you'll have fun، يعني هتتبسط انك بتعمل حاجة انت بتحب تعملها. فشوف انت بتعمل ايه فين، فانت سلزجي من اللي بيحبوا يتكلموا مع الناس ويهرجوا، وروح اعمل كده. انت بتحب تحط بالورقه والقلم بلانز وتعمل سلايدز وبتاع، اعمل دي. مش هقول لك انا مش عارف، لان لا مروان عارف ولا اشرف عارف السوق رايح فين ولا الدنيا مخبيه لنا ايه، بس اللي انا متاكد منه انك لو بتعمل اللي انت بتحبه انت هتنجح احسن. فما تحاولش تعمل اللي انت شايف انه كل الناس بتعمله، يعني مش لازم اللي اشرف نجح بيه مروان ينجح بيه ولا العكس. بالعكس، يمكن انا لو قررنا انا وانت نبدل ادوار وشخصيات النهارده احنا الاثنين نفشل. ممكن صح. فلان فانا الحته دي بالذات، طبعا في اوقات تانية لا عاوز بقى اظبط نقط ضعفي وخليك امشي على الاجنده واحترم نفسك، طب انا كويس بقى. بس وانا في فتره التشكك والاحباط اللي بيشيلني ان انا اقول لنفسي ده انا لسه بعرف اتواصل مع الناس، الحمد لله لسه الفيدباك بيقول ده اشرف بيحس بالناس او بيحب، لاني فعلا ده انا. فابني عليها. ولو مش قادر تعرف نقط قوتك، في طرق كتير قوي تعرفها، منها ان انت تفكر في احسن اوقات حياتك انت كانت صفاتك ايه، دي نقط قوتك. ممكن تسال الناس اللي حواليك، وممكن تعمل الفيا كاركتر سترينكس، اسهل واكثر هم علمية وموجود بكل اللغات على الانترنت. يس. بص، هو كده ممكن نمشيهم ثلاثة. اوكي. ممكن ان انت تسأل سؤال مبادر. وممكن ان انت تبني على نقاط قوتك. وممكن ان انت تستعين بصديق. طبعا. تمام؟ اوكي. تستعين بصديق ممكن يكون منتور، كوتش، حد من الناس اللي حواليك، زي ما انت قلت ان انت احيانا بتابروتش او بتحاول ان انت تاخد راي حد مختلف عنك، ممكن ما يكونش في نفس الحاله المزاجيه التشاؤميه المؤقته اللي انت فيها دلوقتي طبعا. فيقدر ان هو يخليك تبص لشكل مختلف او نوع مختلف من الاجابات، بدل الاجابات عندك رايحه في اتجاه معين. ممكن اكلم اشرف يقول لي لا انت ليه شايف الدنيا سودة كده، لا انا او عد عليا السحابه دي قبل كده وهتعدي يا حبيبي، ممكن تلاقي واحد اتنين تلاتة. فممكن دول تلاتة لو حابب تضيف عليهم، ما عنديش مشكله. لا، حابب أأكد على النقطة الأخيرة لأن أنا ما قلتهاش، بس أنت قلتها على لساني، يعني فأنا مبسوط أن أنت اعتبرتها من التلاتة. موضوع العلاقات هنا يا مروان مهم قوي، يعني أن أنت يبقى لك حد بتثق فيه وقريب ليك، مش مهم هو مين، قريب، صديق، زوج، زوجة، أب، أم، بس حد يكون من ناس، عارف إحنا دايما في ناس في حياتنا ممكن ما نسمعش منهم قوي النقد، وممكن ناس نسمعه بروح حلوة. فخلي في حياتك حد من دول، اللي هو لما تسمعه هتسكت وتفكر في كلامه، وعارف إنه عارف مصلحتك.
العلاقة في حد ذاتها بتتظبط قوي ده، لأن إحنا في الأوقات الصعبة بنحتاج حد نقوم معاه. يس يس فافضل مع الناس اللي بتسبورت ده، لأن دي حاجة كويسة، ودي من الحاجات اللي الحمد لله أنا ربنا أنعم عليا بيها، إن أنا عيلتي والناس اللي حواليا وبتاع فيهم ناس كتير أنا بسمع رأيهم وبحب رأيهم وممكن أقبل منهم، أنت مالك عامل كده ليه وما تقلبش وشك علينا، يعني أيا كان الأسلوب، ولكن بيفوقني وبحس إن كأني بصيت في المراية لقيت نفسي منعكش. فأنت عارف أنا شعري مهم قوي نايس. بالنسبة لي. احنا الاثنين شعرنا إحنا مهم الاثنين جدا. شعرنا مهم جدا بالنسبة لي. أنا بعتمد عليك كأداة للنجاح الحقيقة، وما يعني ما أقدرش أتنازل. أهم ده حاجة كأداة حقيقي للنجاح جدا. وسبب لا ثقتي ده في مهم. نفسي. طبعا طبعا، استخدام شامبو مهم جدا بالنسبة لنا. استخدام الشعر في انت عارف في توصيل الرسالة. جميل جميل. تعالى يا اشرف، يعني تعليقا على كلامك الجميل بخصوص العلاقات نفسها، ان السلوجن او الشعار بتاعك كان 20 20 20 و20 21، واحد من معايير القياس ان انا اطلع بصديقين. واو حقيقي والله ده كان واحد من معايير القياس اللي انا كتبتها في اول السنه، ولسه يعني لسه مستمر ان انا اطلع بصديقين، لان انا صحيت من النوم، اعتقد كان اول ما الكوفيد ظهر 2019، صحيت من النوم قلت ان انا ما عنديش اصدقاء، اه ما فيش فعلا حد اتصل بيه الساعه 2 بالليل واقعد اقول اي كلام، ما فيش حد، يعني انا مش حاسس ان في حد ممكن اتصل بيه الساعه 2 بالليل وممكن اصحيه من النوم وعشان بس اقول له انا ما زهقان ومش عارف اعمل ايه بكره، ما كانش فيه كده. واتضح ان احيانا بروح مثلا لكوتشز والمنتورز وبدفع فلوس كتير، ما كنتش عايز منهم معلومات، انا كنت عايز صديق. عايز فما افضفض. بتفلحش العلاقه، العلاقه ما بتفلحش، لان هم مش عايز معلومات، انا عايز بروفيشنال. صديق، والعلاقه نفسها ما ينفعش تبقى صداقه يعني. فكان الكي بي اي اللي خدته في 2019 وحطيته 2021 اطلع باثنين اصدقاء، وعايز اقول لك الحاله المزاجيه اتغيرت 100%، بس اثنين اصدقاء. وممكن نتكلم في الموضوع ده، لان الاثنين الاصدقاء دول انت عارف ان احنا ممكن جزء عندنا اناليتيكال شويه او تحليلي شويه. انا كتبت كده تيل نون نيجوشبل، عارف انت زي العلاقات لما واحد بيخش في علاقه ايه المواصفات اللي انا عايزها في الاصدقاء دول، لان في ناس برضو مش هينفع معاهم الصداقه، انا عايز 1 2 3 4 5. وحاولت ان انا ابروتش الناس بالشكل ده، انا عايز صديق، والصديق ده فيه واحد اتنين تلاتة، وانا شايف ان انت ممكن تكون صديق، ينفع ولا تمضي ولا ما تمضيش، يعني ممكن طبعا مش بالشكل ده، بس يعني وذن الموضوع ده. بس عجبني جدا الموضوع اللي انت قلته، لحتة ان انت تستعين بصديق مش سهلة، وحقيقي الشخص اللي عنده صديق او عنده الشخص اللي انت ذكرته اللي انت ممكن تبص له ويقول لك كلام انت تستقبله، ده من ذهب من ذهب حقيقي. في واحد من علماء النفس كان بيقول إن علاقة واحدة طيبة في الدنيا قد تكون سبب في الصحة النفسية. علاقة واحدة، يعني الإنسان ممكن، يعني ممكن حتى مهما كانت الدنيا ظلمة حواليه، فقط علاقة واحدة طيبة بحد ممكن تغير خالص الحالة بالنسبة له. 100% 100% جميل. قول لنا الكريزة بقى، احنا كده عندنا مشاعر وسلوك، وجميل جدا ان انت قلت ان هما ليهم علاقة ببعض، لان السلوك هيغير المشاعر، والمشاعر ممكن ان هي تكون دافع للسلوك، فهما الاتنين برضو مرتبطين ببعض، يعني المخ كلنا لينا والعضلات علاقه يعني. ببعض. هما كل حاجه فينا لينا علاقه ببعض. انا دايما بحب اقول للناس كده، احنا لما يا جماعه نقول نقسم مشاعر وسلوك ودماغ وقلب واعصاب، ده من باب التعلم او التعليم، لكن احنا مش كده، احنا حاجه واحده. انت ما تقدرش تعمل حاجه في حالتك النفسيه لا تؤثر على جسمك، يو كانوت ريجو، ما تقدرش تعمل كده، ما تقدرش تعمل حاجه بجسمك ما تاثرش على حالتك النفسيه، وما تقدرش تعمل حاجه بدماغك فكره ما تاثرش على حالتك الشعوريه، وما تقدرش تبقى عندك شعور من غير فكره مرتبطه بيه، يعني احنا حاجه واحده، فهم كلهم بياثروا على بعضنا، احنا بنقسم بس عشان انت طلبت ثلاثه وثلاثه فلازم الفهم لك بالطريقه دي. طيب عايزين الباكج بتاعهم بقى، معلش. عايز اللفه. عايزين الزيتونه بتاعتهم، يعني احنا لو كده ربطناهم وقلنا حط دي كده من فوق هتكون ايه؟ هتكون غريبه شويه. انا بحب حاجه الغريبه اللي انت بتقولها بصراحه.
عشان هي جت كده دلوقتي. عايز اقول للي في مود ما او في درجه مع في حاله معينه من الحياه، في الحياه النهارده فيها تشكك في النفس، فيها احباط، فيها شويه قلق، فيها مش عارف ايه، او حتى فيها سعاده، فيها فرحه، عيش عادي. يعني مش لازم تدور على اسامي واعراض الحاجه اللي انت فيها، مش لازم الحاله دي يبقى لها اسم ارجوك. عشان الموضة دي أنا بشوفها، يعني طبعاً في ناس كلمت في ده علمياً، ده مش علمي، ولكن أنا بشوف من باب التجربة والمشاهدة، يعني ناس كتير قوي بتتأثر بيها. يقولك أنا عندي trust issues، أنا عندي anxiety disorder، ده بتاعي يشخص نفسه لأنه قرى عن الإنترنت حاجات مش عارفة، وأنا عندي low self-esteem. الاسم بيكبر الموضوع قوي. قد تكون حالة بتمر بيها من حالات العادية وبتمشي فيها، فالزتونة غريبة شوية، بس إيه، عيش عادي، عيش يعني، يعيش يوم فوق يوم تحت، عيش، سيبها على الله هتمشي. يعني ما تدخلش نفسك قوي في التحليلات اللي ليها كده. جميل جميل، ويعني بدون تعليق انت كده قلتها كامله متكامله وظبطت كده جدا. فدول الثلاث شعور والثلاث سلوك، مع ان انت عيش عادي، عيش عادي وسلمها لربنا ups and downs. جميل. اعتقد اللي احنا قلناه اللي هو محاربه التوكسيك سيلف داوت، لحد ما لو شخص عمل كده هيقدر ان هو يتعامل معاه بشكل ايجابي، ممكن يحوله الى يبقى يحصل على تشكك ايجابي منه، من التشكك السلبي اللي هو كان فيه. شكرا يا مروان. ممكن ولو شخص، ممكن اوقفك هنا معلش. يا سلام. لو طبعا. شخص انت قلت على كل كلمه حكيمه قوي، عايز اعمل دبل كليك عليه. لو شخص طبعا. عمل كده، مش شخص سمع المعلومه، يعني انا مش هسمع عن احسن سيناريو ممكن، انا هكتب احسن سيناريو ممكن، هنزل العب رياضه، مش هقرا عن الرياضه يعني، فاهم ازاي؟ فلو شخص عمل كده، عشان دي غير كده تعالى رجع فلوس، يعني اعمل، ولو ما اشتغلش تعالى رجع فلوس، ولكن ما تعملش وتعيش من بس يعني ما تقعدش على الترابيزه وتقول ده مش هيشتغل يعني. عندك حق. وزي ما انت قلت، انت ممكن تستعين بصديق في الحاجات اللي انت ممكن شايفها تقيله عليك، يعني ممكن شوف مثلا اشرف بيحب رياضه، خليه انت الاثنين تنزلوا رياضه مع بعض، او قول له انا محتاج يا اشرف، طالما هو بقى صديق، اشرف بص انا داون، يعني انا داون دلوقتي، خدني رياضه كل يوم ثلاث، تعالى نزلني يوم كل يوم ثلاث وخميس نلعب. فدي جميل. ازاي ممكن ان احنا نكوتش السيلف توك، النيجاتيف سيلف توك اللي احنا احيانا ممكن يكون هو السبب في التشكك السلبي؟ اعتقد ان اللي انت ذكرته سواء الشعور او السلوك ممكن يحسن من طريقه الكلام اللي احنا بنتكلمه جوه دماغنا. واعتقد مارتن سليجمان في ليرند اوبتيميزم كان بيتكلم على طريقه الثينكينج او الواي اوف ثينكينج عشان الشخص يكون اكثر تفاؤل. من الناس الاكثر تفاؤلا هم الناس اللي بتكلم نفسها بشكل مختلف عن الناس اللي هم المتشائمين. فانا احب ان انا اسمع منك ازاي الشخص يقدر يكلم نفسه بشكل ايجابي، فبالتالي يقدر يدعم السلوك والشعور عشان يقدر ان هو يوفركم، او مش يوفركم بقى، يقدر يوفركم النيجاتيف سيلف داوت. طيب انا هقول لك اللي جه في دماغي دلوقتي، عشان الموضوع ده موضوع قائم بذاته. يعني انا في حتى ما شرت انت للكتاب، في الكتاب كنت كاتب كده عن موديل انا اللي عامل له الاسم بتاعه، يعني اسمه توكس، بيتكلم عن خمس اساليب او ست اساليب لان الواحد يحسن طريقه كلامه مع نفسه، لان الكلام مع النفس ده موضوع كبير قوي. بس خليني اقول لك منهم حاجتين جم على دماغي وانت بتتكلم. الحاجه الاولانيه، عشان انت بتحسن طريق كلامك لنفسك، اعرف ان انت عندك معطيات. الافكار دي عماله تيجي استيميليتد من حاجات بتشوفها بعينيك وبتشمها بمناخيرك وبتسمعها بودانك وبتقراها في الجرايد وبتتفرج عليها في السوشيال ميديا وكده. فكنت بقول ايه هنا، اقف حارس على باب دماغك. يعني دي المداخل، دي المداخل، العين والمناخير والبق والودان وكده وبتاع. حتى في الشرع مثلا يقول لك غض البصر، لكش ما تفكرش في الحرام ولا تروح تعمله، هو بدأ من الباب، اقفل الباب. ما تسمعش حرام، لما تسمع ناس بتتكلم عن ناس ما تقعدش معاهم، تمام؟ مش فاهم ازاي؟ ما ينفعش ان انت تقعد مثلا جنب الخمرة، مش ما ينفعش، قافل البق، انت قافل المكان كله. فدايما ايه، في قفلة كده.
فانت مع في موضوع السيلف توك او حديث النفس، وقف حارس على باب دماغك، ما تسيبش المداخل دي تدخل على قد ما تقدر طبعا، لان في حاجات هتدخل في الشارع وانت مش واخد بالك، بس ما تسيبهاش تدخل اللي انت مش عايز تدخله. يعني انا من اعز الزراير عندي على الفيسبوك زرار اسمه انفولو. حلو ده. اي حد مش عشان هو اي حد بيشتكي من الناس المتخصصه في الشكوى واللوم والعتاب والنقد ليل نهار، مهما كان النقد ده صحيح، بيسببوا لي انا حاله من الضغط. انا عارف نفسي تمام، فانفولو اصحابي وكل حاجه، بس انفولو. انا مش هقعد اتابع انا كل يوم الكلام ده تمام. حاجه اللي انت مش عايز تسمعها ما تسمعهاش، الحاجه اللي معصباك ما تسمعهاش، مش يعني خليك عندك وعي وادراك لانت ايه اللي بيخش من المداخل دي، فده ينتج عنه مخرجات او افكار انتاج احسن، انتاج افضل، تدخل مدخلات احسن هتخرج انتاج افضل. فدي تول، وتول مهمه قوي، واعتقد في حركات كتير في عالم النهارده بتتكلم عليها، اللي هي الديتوكس بتاع السوشيال ميديا والمش عارف ايه وبتاع وكده. بس هو عموما حتى الابحاث بتتكلم عن الارتكلز اللي بتسبب ستريس، والاخبار البسيطه الحلوه اللي بتسبب الحاله النفسيه كويسه. مش بقول لك عيش في الضلمه وما تعرفش اخبار العالم، اعرف كل حاجه، بس ما فيش داعي للحاجات اللي ما بتجيبش ولا تودي، غير انها بتدي شعور سيء. شفت اللي حصل ايه، او العالم ما بقاش في امان، او التحرش مش عارف ايه، خلاص يعني. فاهم ازاي؟ انت يو جاد ذا مسج، وقف هنا وما تدخلش بقى كتير، هتبوظ المكنه. دي واحده. التانيه، ودي من الحاجات الدروس اللي اتعلمتها في حياتي وفرقت معايا كتير قوي من ايام الكوربريت كمان يا مروان، ان هو واتش يور لانجوج. من ضمن المداخل اللي انت بتقوله، لسانك بيقول ايه؟ انت بتعرف اصلا الانسان ده واثق ولا مش واثق، وقوي ولا ضعيف، ومتفائل ولا متشائم، ولذيذ ولا لا، من ايه؟ من الالفاظ اللي بيستعملها وطريقه كلامه. فانت مين؟ انت الشخص اللي لو شفته هقول عنك ايه؟ تمام؟ هل انت الشخص الشكاي اللي بيتكلم على طول نيجاتيفلي المتشائم، ولا انت الشخص المتفائل؟ لان كما تتكلم ستكون، يعني انت شخصيتك هتبقى مرايه للي انت عمال تقوله. لان زي ما بقول لك، انت وقف فيسبوك بس ما تقعدش انت تشتكي طول اليوم، لان مخك برضه بيقول لك اقرب ودن لبقك هي ودنك. فانت بتسمع اللي بتقوله وبيدور ويسايكل وبيسبب افكارك. فكان انا بقول لك ليه اتعلمتها من ايام الكوربريت، لان من اوائل الدروس اللي علموها لنا في القياده زمان، ليدرشيب تريننج في التسعينات، كان يقول لك ايه؟ اما اقول وي هاف ا بروبلم، يقول لي قول وي هاف ا تشالنج. ليه؟ كلمه تشالنج حتى اللفظ يعني تحدي، يعني يوحي لك كده، يديك ايه؟ يديك حماس لانك تثبت نفسك فيه، اشتغل فيه. لما مشكله يعني بتديك احساس مش كويس، تمام؟ خلي بالك من المبالغات، والمبالغات دي بتبقى ميول فكرية وميول لغوية كمان. المبالغات بتاعت في الحضيض، أنا ضايع، أنا في أوحش حالة ممكن. لا، فكر شوية وخليك أمين في نقل الموضوع. أنت تعبان لدرجة ما، أو ممكن تعاني لدرجة ما، مش في أوحش حالة ممكن، أنت لسه عايش. فلو لاحظت لسانك واللانجوج اللي أنت بتستعملها وألفاظك وطريقة كلامك، مش بس هتعبر عنك احسن وهتساعدك في البيزنس وهتساعدك في العلاقات، بس كمان هتديك انت احساس افضل عن نفسك. صح. 100% دول حاسس ان هم اتنين مناسبين لللفه بتاعتك للحديث. يعني عشان احنا كده ايه، قفلنا كل حاجه، معتنا يعني. فاهم ازاي؟ انا عارف انت استنى عشان الناس هتصدق. خدنا كل حاجه كده، خدنا اللفه والباكج والدنيا، وكمان هديه في الاخر. جميل جميل يا اشرف. يعني اعتقد موضوع انت جبته من، دايما بتحب تجيب انت برضو زوايا مختلفه، فاحنا اتكلمنا عن الموضوع باشكال مختلفه، ازاي ان انت ازاي التشكك بشكل عام ده شيء صحي، ولما بيبقى شيء سلبي ازاي ممكن ان انت تحاول ان انت تشتغل معاه، سواء بقى بشعور او سلوك او الزتونه اللي انت قلتها، ما تنساش ان دي حاله ممكن مؤقته، يعني يوم دايما. اعتقد دي كانت كلمتك او انا سمعتها ممكن من حد تاني، بس دايما مقتنع ان يوم الخميس هيجي مهما طال يوم الاربع، يعني يوم الاربع مهما طال يوم الخميس هيجي، يعني مش هيحصل ايه يعني.
فدي جميلة، حالة من التفاؤل برضو مهما كان أي حاجة. أنت ولو الشخص بص على الحياة بتاعته هيلاقي فيه أيام أكيد كان متوقع إن هي مش هتعدي، وعدت عدت. ومرت. فجميل جدا الواحد بيحس جميل الحتة برضو زيتون اللي أنت حطيتها من فوق، إن حالة شعورية مؤقتة وأكيد إن هي هتطلع. واتكلمت برضو على حتة السيلف توك، سواء إن أنت تقف على باب حارس على باب عقلك وعلى باب دماغك، او ان انت تخلي بالك من الكلمات اللي انت بتقولها، لانها ممكن تتحول لسلوك وتتحول لافعال وتتحول للاسف ممكن تبقى عادات واعتقادات في وقت ما. جميل جدا، دايما الحلقه معاك دسمه، الواحد بيحب يكتب فيها كده ويتمزج لما بيسمعها تاني. شكرا يا مروان، ربنا يبارك فيك حبيبي، ربنا يخليك، أحب دايما لقائك. ربنا يخليك. قول لنا بقى في الاخر سؤال كان نفسك تجاوب عليه خلال الفتره اللي فاتت وما جاش الفرصة إن أنت تجاوب عليه، تحب تجاوب عليه، نسأله وتجاوب عليه دلوقتي. السؤال ده حلو عم. لا مش عايز اقول لحاجة دلوقتي. مش عايز والله. طب يعني مش نقفل قادر اللايف افكر في ستريم حاجة، ونتكلم. مش قادر افكر في حاجة تبقى كلوجر. هطلع تاني يعني لرأي صديقي احمد لعور يقول لك خلاص اما الكيرف يبقى بيقفل ما تطلعش. فلو ما فكرت في حاجة تطلعش تاني. هتطلع. اوكي لا طيب خلاص يعني I'm fine كده، حاسس ان انا يعني شبعت. اوكي. يعني طب نصيحة في الآخر، نور نصيحة الشيخ، كده في الآخر حابب ان انت تقولها للناس بشكل عام، على التشكك، على الناس اللي بتشوف الحالة الاقتصادية، يعني نصيحة في الآخر ممكن كمان تكون موجهة اكتر للناس اللي عندهم مشاريع او عندهم شركات او عندهم حلم وطموح، تحب تقول لهم ايه في الآخر؟ قال لهم رزق بتاع ربنا. النصيحة ودي نصيحة شخصية جدا، لا هي علمية ولا بتاع، انا عارف انت احنا عندنا دايفرستي كتير من الناس بتسمع، ولكن انا بتكلم عن نصيحة من وجهة نظر شخصية بحتة او كنت كاتبها في الكتاب. اللي عاوز يتسند على الثقة بالنفس مسنود على حيطة مايلة. ان انا مين اصلا عشان اثق في نفسي؟ فأنا مش عارف إزاي حد بيبقى عايش أوكي وصحيح من غير ما يثق في الله. يعني بشوفها بس مش عارف بتتعمل إزاي. حاسس إن الحيطة الشديدة أو الدعم الشديد ما بيجيش من نفسي. أنا مهما كنت أنا أصل أنا ممكن بكرة أعيا بعد الشر حاجة في، يعني مجرد شوية سخونية يخلوني أخد قرارات غلط وأعمل مش عارف إيه. ممكن أضعف جدا في حاجة، ممكن يجي لي شعور يخليني. فالأصل ما ينفعش يبقى الثقة في النفس. يعني دي حيطة ما. فلو هتقولي نصيحة أنا بقولها لنفسي دايما، افتكر توكل على الله بس. يعني جميل إن نوتشيل جميل، بس خلاص احنا هنختم كده. حلو كده، كده الكلوجر حصل، كلوجر وحصل كونفرجن زي تمام. الفل، مش محتاجين نعمل اي حاجه تاني. الله جميل يخليك يا يا مروان، معلش، الكتاب لانك انت كاتب اكتر من كتاب، انت الكتاب اللي ذكرت فيه حته يعني السيلف توك او التحدث مع النفس، وذكرت فيه حته السيلف استيم، اسمه ايه وممكن الناس تجيبه ازاي؟ الكتاب اسمه الكلام على ايه، وهو الحقيقه من 2018 فلا اعتقد انه يكون بيطبع لسه النهارده، بس انا متاكد انه ان شاء الله موجود على امازون وعلى جوجل بوكس. ما اعرفش هارد موجود كوبي على ولا امازون لا. وجوجل بوكس. ما اعرفش اوكي هارد كوبي ولا لا، بس موجود على امازون وعلى جوجل بوكس، وموجود على كندل بعض يعني ممكن. الحاجات اللي بتسمعه. ده اسمه اوكي الكلام على ايه، فيمكن نطبعه تاني بس مش متاكد دلوقتي. اوكي بس اتليست في لو الناس دخلت على امازون، لو عندك لينك ممكن تبعت او لينكس ممكن تبعتها لي، وانا هبعتها لك. احطها برضو، حاضر وانا احطها جوه الكابشن في تحت او فوق بقى الفيديو على حسب انت بتتفرج فيه. اوكي شكرا جزيلا يا اشرف، دايما اللقاء معاك مثمر، وانا التو توبكس التانيين اللي انا بعتهم لك هنتكلم فيهم برضو، ان شاء الله. بس ليتر ان شاء الله. شكرا ماشي شكرا جزيلا ليك يا اشرف، شكرا جزيلا شكرا ليكم، يا مروان، يعني ربنا اتمنى ان يستعين. انتوا تكونوا استمتعتوا. طبعا معلومات دسمة، اتمنى ان انتوا تسمعوها مرة تانية، مش بس تسمعوها زي ما اشرف قال، تسمعوها ونحاول ان احنا نطبق مع بعض كلنا، لان احنا دايما كلنا بنعدي بالمراحل دي. واتمنى لكم كل خير وسعادة، ونشوفكم ان شاء الله في انسباير توك تاني. مع السلامة.